مهمة الجاسوس دايماً وبالأخص وقت الحروب التنقل من منطقة لمنطقة بالبلد المستهدفة، الجلوس على القهاوي والتقرب من فئات الشعب المختلفة والتقرب من المجندين ومراقبة المنشآت العسكرية بغرض الحصول على أي معلومة حتى وإن كانت في نظره تافهة أو بسيطة، لكن هي مهمة للطرف الآخر. لكن صاحب قصتنا ما كانش أي جاسوس، كان جاسوس من داخل قصر الرئاسة. علي خليل العطفي اتولد علي العطفي في حي السيدة زينب عام 1922، وكان من أسرة فقيرة، له 5 إخوات أصغر منه، ما قدرش يكمل دراسته بعد ما أخذ الشهادة الإعدادية، وده لضيق حال الأسرة. اتجه للعمل في أكتر من مجال، اشتغل صبي بقال، واشتغل عامل في فرن، واشتغل كمان عامل في صيدلية، ودي اللي قربته أكتر من التعامل مع دكاترة كتير أجانب متخصصين في العلاج الطبيعي، لدرجة أنه ترك عمله بالصيدلية واشتغل مساعد تدليك في عيادة أخصائي علاج طبيعي أجنبي. وبالفعل اتعلم منه الشغل، وبعد ثورة 52 ترك الأجانب مصر، وكان من ضمن الأجانب اللي تركوا مصر في الوقت ده أخصائي العلاج الطبيعي اللي كان شغال مساعد ليه. وفجأة لقى نفسه لوحده، وكان يتعلم الشغل وبدأ يكتر الطلب عليه من ناس كتير من الأسرياء لعمل جلسات تدليك لهم، وده لأن تخصص العلاج الطبيعي في الوقت ده في مصر كان منتشر وسط العائلات الراقية، وفعلا بدأ يتنقل من قصر فلان إلى فيلا فلان وكتر اختلاطه بالعائلات الكبيرة، وأعطى لنفسه لقب خبير علاج طبيعي، وانضم لقائمة مدربي العلاج الطبيعي في معاهد التربية الرياضية في مصر، وبدأ يتعرف أكتر بشخصيات كبيرة في الدولة، وما كانش حد بيسأله عن شهادته. وبدأت الدولة ترسل خريج المعاهد في بعثات تدريبية إلى أوروبا والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، فعاد هؤلاء إلى مصر وهم يحملون درجات الدكتوراه، وده اللي شجع الدولة على إنشاء المعهد العالي للعلاج الطبيعي عام 1969. وكان علي العطفي وقتها شخصية مشهورة في المجتمع المصري، وكان بينتظر إنه يكون هو عميد المعهد، ولكن مؤهلاته العلمية المتواضعة بشدة في مقابل حملة الدكتوراه حالت دون ذلك. وبالفعل تولت أول عمادة للمعهد الدكتورة فوقية عزب سليم، واللي تولت عمادة المعهد حتى عام 1972. شعر علي العطفي بصدمة رهيبة بعد عدم اختياره في عمادة المعهد، وشعر إن البساط بينسحب من تحت رجليه، فقرر إنه يحصل على الدكتوراه بأي طريقة ممكنة، وكانت دي بداية السقوط في قاع الخيام. وكان علي العطفي كثير السفريات إلى أوروبا، ولكن المرة دي بالتحديد كان في هولندا، وعاش فترة في هولندا وتزوج منها وحصل على الجنسية الهولندية، وهناك قرر أنه يروح السفارة الإسرائيلية في أمستردام وقدم نفسه وطلب منهم أن يتعاون معهم في مقابل الحصول على شهادة الدكتوراه. وبعد العديد من اللقاءات والاختبارات القاسية اللي تعرض لها هناك على يد ضباط الموساد، تأكدوا من صدقه، وكان بالنسبة ليهم فرصة ذهبية نادرة التكرار. فالرجل ذو شهرة كبيرة جدا وعلاقات واسعة مع مسؤولين من المستوى الرفيع في مصر، ويمكن إعداده للوصول إلى أقصى هدف يمكن تصوره في مصر، وده اللي حصل بالفعل، واللي كان مخطط له ضابط الموساد الإسرائيلي واللي كان مسؤول عنه وهو إيلي بريجمان. وبعدها كتر السفريات العطفي لهولندا، واللي الغرض منها ما كانش التجسس، ولكن كان بغرض خضوعه لتدريبات في كبرى المستشفيات هناك على أساليب العلاج الطبيعي، حتى أصبح في النهاية خبير في الأمر، وبدأ تلميعه وتضخيمه إعلاميا حتى إن صحف عالمية تحدثت عنه وانهالت عليه الدعوات من جامعات ومعاهد من شتى أنحاء العالم لإلقاء محاضرات وحضور ندوات فيها. كل ده كان بيتم من خلال خطة بريجمان، واللي في البداية كان بيطمع في زرع علي العطفي في الوسط الطبي المصري لاختراقه وتكوين شبكة جاسوسية، ولكن بعد دراسة كل ظروف العطفي أصبح طموح بريجمان أكبر بكتير، وهو اختراق مؤسسة الرئاسة نفسها، وأن يكون العطفي ضمن الفريق الطبي للرئيس السادات والمدلك الخاص له. كانت الخطة جنونية، واحتاج الأمر لاجتماع عاجل لرئيس الموساد مع كبار قادة الجهاز، وفي النهاية نجح بريجمان في إقناعهم بهدفه. ولما رجع العطفي لمصر كانت بتسبقه حملة كبيرة من الدعاية المكثفة، وكمان كانت الدكتورة فوقية عزب سليم واللي تولت عمادة المعهد حتى عام 1972 سافرت للكويت
واللي مهدت الطريق قدامه لتولي منصب عميد المعهد العالي للعلاج الطبيعي، كما تم انتخابه كرئيس الاتحاد المصري للعلاج الطبيعي، واللي من خلال المناصب اللي تولاها اتعرف على شخصيات هامة في الدولة مثل عثمان أحمد عثمان سهر الرئيس وكمال حسن علي، واللي أصبح فيما بعد رئيسا للمخابرات العامة المصرية ثم رئيسا للوزراء ووزراء ومسؤولين كبار في الدولة. واصل الموساد حملته الدعائية داخل وخارج مصر من ناحية، كما تواصل انهيال الدعوات على العطفي من جامعات ومستشفيات عالمية حتى أصبح اسمه عالميا في عالم العلاج الطبيعي. وهنا نجحت خطة برجمان وحصل اللي كان مخطط له، وبالفعل تلقى العطفي مكالمة من رئاسة الجمهورية تخبره أن رئيس السادات طلبه شخصيا لينضم لفريق أطباء، وده كان عام 1972. وبكده يكون وصل برجمان لهدفه النهائي وأصبحت حياة رئيس الدولة في يد الجاسوس العطفي. امتد عمل العطفي لجميع أفراد أسرة السادات وأصبح صديقا شخصيا له، وزاد نفوذه بشدة حتى أن قاعة كبار الزوار بمطار القاهرة كانت بتتفتح له عند عودته من أي سفرية، وبذلك لا يتم تفتيش حقائبه. اطمأن العطفي تماما لاستحالة كشفه وبدأ يتصرف بثقة كبيرة، وبيرسل المعلومات اللي بتقع تحت يديه إلى الموساد بكل بساطة وبدون حذر حتى في الإرسال. استمر العمل من عام 1972 حتى عام 1979. في الفترة الأخيرة كان لدى المخابرات العامة شك كبير بيصل لدرجة اليقين من وجود جاسوس في قصر الرئاسة مقرب من الرئيس السادات شخصيا، وده بسبب تسرب معلومات شخصية جدا عن الرئيس وتحركاته واجتماعاته وكذلك أسرته إلى إسرائيل. أصبح هناك ملف في المخابرات العامة باسم الجاسوس المجهول يحاول فيه ضباط المخابرات جمع أي معلومات عنه، وتولى هذا الملف أشهر وأكفأ ضباط المخابرات المصرية واللي كان الرئيس السادات بيثق فيه ثقة مطلقة، وهو العميد محمد نسيم قلب الأسد. وكان العميد محمد نسيم ما بينامش، عايز يجمع أي معلومة ولو تافهة ويربط الأمور ببعضها علشان يقدر يوصل لشخصية الجاسوس المجهول. ارتكب العطفي خطأ جسيم وهو في هولندا، وكان الخطأ ناتج عن ثقته العمياء في نفسه وشعوره انه فوق مستوى اي شبهات. وفي اثناء ما كانت مصر بتجري مفاوضات سلام مع اسرائيل، قام العطفي بزيارة السفارة الاسرائيلية في امستردام بشخصه دون ان يتنكر، وهناك لمحوا احد ضباط المخابرات المصرية والمكلفين بمراقبة السفارة، وتفاجئ الضابط واللي كان يعرفه لما شافه، وقام بإبلاغ العميد محمد نسيم على الفور، واللي درس الموقف سريعا وبدأ يتأكد من كون علي العطفي هو الجاسوس المجهول. وعلى الفور وصل الأمر للرئيس السادات عن طريق رئيس جهاز المخابرات المصري. صدم السادات من المعلومة حتى أنه شك في صحته، ولما عرف أن نسيم قلب الأسد هو المسؤول عن ملف الجاسوس العطفي زال من عنده كل شك، وطلب من ضباط المخابرات بالتصرف وإحضاره إلى مصر. على الفور صدرت الأوامر للضابط في هولندا بمراقبة العطفي قازيلو في أمستردام دون أن يشعر، وده اللي حصل بالفعل. ومن خلال المراقبة استطاع الضابط التقاء صور للعطفي مع ضباط من الموساد معروفين للمخابرات المصرية. وهنا صدرت الأوامر للضابط بحجز تذكرة على نفس الطائرة التي سوف يعود من خلالها العطفي إلى القاهرة، وده اللي حصل بالفعل. يوم 22 مارس 1979 حجز ضابط الطائرة المتجهة إلى مطار القاهرة وتأكد من وجود اسم العطفي على قوائم الركاب. كانت الأوامر أن يتم اعتقال العطفي في مطار القاهرة فور هبوط الطائرة، وبالفعل فور هبوط الطائرة استعد الضابط لاعتقاله، ولكن كان في انتظاره مفاجأة مذهلة، مفاجأة كانت كفيلة بإفشال العملية كلها. لم يكن العطفي على متن الطائرة. صدم ضابط المخابرات عندما لم يجد علي العطفي على متن الطائرة، وعلى الفور توجه إلى زملائه في مكتب المطار وتم إبلاغ العميد محمد نسيم، واللي تمكن بعد وقت قصير معرفة ما حدث. كان علي العطفي وصل مصر بالفعل وكان في منزله من يومين وما ظهرش من وقتها، وكانت دي من أساليب التضليل اللي كان بيستخدمها في التحرك. تم وضع خطة أخرى للقبض على الجاسوس. وفي صباح اليوم التالي تلقى العطفي اتصالا من صحفي في مجلة آخر ساعة بيطلب منه إجراء حوار صحفي،
رحب العاطفي وحدد له موعد الساعة 9 مساء، والساعة 8:30 يوم 23 مارس عام 1979 كان حي الزمالك كله محاط بسياج أمني على أعلى مستوى. وفي الميعاد بالظبط كان العميد محمد نسيم بنفسه ومعاه قوة من رجاله داخل منزل عيل عاطفي، واللي اتفاجئ مفاجأة صاعقة بيهم، لكنه تماسك بسرعة وتظاهر بالدهشة والغضب وهددهم بعلاقته بالرئيس السادات، فأخبره العميد محمد نسيم أن الرئيس السادات على علم بما يجري. ولم يمضي إلا دقائق حتى انهار الجاسوس واعترف بكل شيء، وتم تسجيل اعترافاته واللي حاول فيها التحايل على رجال المخابرات، لما قال أنا هقول على كل حاجة، بس قبل ما أتكلم عايز أقول لكم على شيء. أنا كنت ناوي أتوب الأسبوع اللي جاي، وسافرت أمستردام الأسبوع اللي فات مخصوص علشان أبلغهم بقراري، وكنت ناوي أحج، وضابط المخابرات الإسرائيلي بلغني إن ممكن أخد أسرتي وأسافر بيهم لتل أبيب، وأنا بقترح عليكم إن الأمور تسير على طبيعتها وأسافر هناك، ومن هناك أقدر أخدم مصر وأكفر عن اللي عملته. ولما شعرت زوجته الهولندية وأبنائه باللي بيحصل في البيت، دخلوا غرفة المكتب ليفاجئوا بما يجري. ولما عرض عليهم رجال المخابرات تهم العاطفي، صدمت الزوجة وابني، وظلت تسبه وتلعنه وتوبخه بعنف، واللي بالفعل ثبت بعد كده عدم معرفتها ولا ابنائها بحقيقة زوجها الجاسوس. ظل رجال المخابرات يستوجبون العاطفي حتى الصباح، وبتفتيش مكتبه وعثروا على كتاب شفرة وادوات تجسس، ولكن جهاز اللاسلكي المتطور جدا لم يكن في مكتبه في المنزل، ولكن كان في مكان آخر. عند 9 صباحا اصطحبوه إلى مكتبه في المعهد الذي كان عميدا له، وهناك أحضر لهم جهاز اللاسلكي وخرج مع رجال المخابرات وسط دهشة وذهول أساتذة وطلاب المعهد. وعلى مدار 20 يوم توالت اعترافات الجاسوس بكل ما ارتكب، وأثناء التحقيق معاه أصدر القضاء قرار بمنع زوجته وأولاده من التصرف في ممتلكاتهم، وتم مصادرتها لمصلحة الدولة. أما العاطفي فقد حكم عليه بالإعدام شنقا، لكن الغريب هو تدخل الرئيس السادات لتخفيف الحكم عليه ل15 سنة، لكنه رفض الرضوخ لمطالبات وضغوط سياسية من مناحم بيجن واللي كان بيلتقي به كثيرا من أجل اتفاقية السلام للإفراج عنه أو مبادلته. بعد صدور الحكم على العاطفي قام ابنه الأكبر بنشر إعلان مدفوع الأجر في عدة صحف بيعلن فيه لشعب مصر أنه بيتبرأ من والده وبيستنكر خيانته. وبعد وفاة الرئيس السادات تقدم العاطفي بالتماسات للرئيس مبارك للإفراج عنه لأسباب صحية، لكن الرئيس مبارك رفض. وفي أواخر أيامه أصيب بالعمى في السجن وتدهورت حالته حتى مات يوم 1 إبريل عام 1990، ورفضت أسرته استلام جثته فتم دفنه في مقابر الصدق، ودي كانت نهاية الجاسوس الخالد.